جاء احتفال مملكة البحرين في الأول من شهر ديسمبر بيوم المرأة البحرينية لهذا العام للاحتفاء بالمرأة في المجال القانوني والعدلي تقديرا لعطائها، حيث أثبتت المرأة بأنها قادرة على لعب دور هام وريادي وحققت العديد من الإنجازات ذات التأثير الإيجابي على مسار وأداء مجال العمل القانوني والعدلي من خلال إصرارها على دخول كافة مجالاته والتزامها باستدامة مشاركتها وتقديم نفسها كخيار مطلوب على مستوى الكفاءة والخبرة التي يتطلع بها هذا المجال. معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية. في هذا الاحتفال المهم اللي أيضا يجسد مجال من المجالات المهمة اللي يعني شاركت فيها المرأة البحرينية على مر العقود يعني والقرن الماضي كله، وهذه شيء نفخر به واللي هو المجال القانوني، إن كانت محامية، إن كانت قاضية، إن كانت مدافعة، إن كانت بأي شكل من الأشكال، المرأة البحرينية حقيقة في كل مجال وحتى المجال الإعلامي مفخر أن نفخر بها وأن نفاخر بين الأمم بأن المرأة والرجل في البحرين شريكين في بناء هذا الوطن. معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. اليوم زميلاتنا في المجال العدلي سواء كانوا يعملون في القضاء أو في النيابة العامة أو في الإفتاء والتشريع أو في الإدارة، وجدنا اليوم الفرصة لكي يتم تكريمهن على الدور البناء الكبير الذي يقومون به في هذا المجال، الذي الأمر الذي لا يمكن الاستغناء عنه ويعكس دور حقيقي للمرأة ومشاركة فاعلة لها. سعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة. نحن سعداء وفخورون بعام اليوم المرأة البحرينية لهذا العام، شهدنا تنوع كبير، شهدنا مخرجات قيمة لهذا العام. المرأة في المجال العدلي والقانوني الحقيقة أبهرتنا، وإن دل على شيء يدل على قدرة هذه المؤسسات العدلية الخمس على أنها فعلا تطبق قواعد العدالة والإنصاف لتدمج المرأة في أعمالها. وأكد اهتمام صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عهد البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بأن الدور الهام الذي اطلعت به المرأة البحرينية على مدى أكثر من 40 عاما في هذا المجال مما أتاح لها الفرص العادلة والمتكافئة بينها وبين شريكها الرجل في مجال العمل، مما عزز التغييرات الإيجابية وانعكاساتها على الجهود الواضحة نحو إدماج مكون المرأة البحرينية في مسيرة التنمية الوطنية كشريك جدير في البناء والتحديث الوطني. كل التحيات تقبلها مني، كنت معكم سناء صقر.